مثل ما شايفين هذا بسين بحب الزيتون كتير. هلا حطيت له صحن زيتون عم ياكل، عنده شغف غير طبيعي بالزيتون، بياكل كمان موز. شو مرة بعملكم فيديوتين انت تشوفوك كيف عم ياكل موز، بس هلا هو شبعان يعني بعده اكل وجبة بس عم يتحلى بالزيتون. والشي الغريب هو انه هذا الزيتون فيه خل وملح وبرضه عم يتقبلوا وياكلوا. مثل ما شايفين اخذ حبة زيتون عم ياكلها، بده ياخذ التانية بس عم يدلع شوي. هذا القط كتير مدلل، مشان هيك بيحب يتدلع، ما بياكل بشراهة لأنه دايما أنا بشبعه يعني ما بخليه يجوع، بس عنده هواية أكل الزيتون. وبياكلها بكل شهية كأنه بشر. القطط أحيانا عندها نهفات، يعني ممكن تاكل أشياء غريبة غير مألوفة عن الأكل اللي بتاكله، بس هيدا القط يعني من النادر ما تلاقي قط بحب ياكل زيتون. خاصة لأنه في حموضة وملوحة وشي فعلا عجيب. شي عجيب غريب لا يتصوره العقل. هلا هو بحالة نيرفانا ونشوة غير مألوفة. احيانا لما يشم ريحة الزيتون وياكله بيصير يعمل مثل لما البسام بنحط له هيدي العشبة اللي بتخليهم يصيروا بنشوة ويتقلبوا كذا، بيعمل نفس الحركات يعني احيانا. بس هلا عم ياكل اكلته المفضلة، الزيتون المكبوس مع شرحات الفليفلي. ومثل ما شايفين يعني مش حبة أو حبتين، بياكل كميات كبيرة، يعني شغلة منا نزوي أو شغلة هيك عابرة، يعني بياكل كميات. وهيدا كان فيديو القط آكل الزيتون. بتمنى يكون عجبكم، بتمنى توزعوه لرفقاتكم وتعملوا سبسكرايب.